الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. فباب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله هو من حسن الترتيب، من حسن الترتيب. يعني هو الان تكلم على لا اله الا الله معناها، ثم تكلم على فضل لا اله الا الله، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم تكلم على ان من حقق هذا التوحيد استحق دخول الجنه، ثم تكلم عن الخوف من الشرك. طب الان انت عرفت فضل هذه المساله وعرفت خطوره ضدها الشرك، فينبغي لك ان تكون من الداعين الى هذه المساله، فجاء بهذا الباب، باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. يقول: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، الخوف من الشرك، نبه بهذه الترجمة، الترجمة اللي هو العنوان، عنوان الباب، على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. ودي مسألة مهمة جدا، في أي مسألة من مسائل الشرع ينبغي لمن عرفها أن يدعو الناس إليها، كأن هذا هو منهجنا. وذلك الآيات اللي هتأتي الكلام عليها بعد كده، مسألة الدعاء ودعوة الناس لهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة يأتي الكلام عليها. قال: بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. المسألة دي ليست مقتصرة على الأنبياء والمرسلين، بل على كل أتباع الأنبياء والمرسلين. أنت عرفت أمر من الدين فتدعو الناس إلى ما عرفك الله عز وجل. يقول: كما قال الحسن البصري عليه السلام، عليه رحمه الله، لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن، واحفظ هذا الكلام، كلام في غاية الروعة، قال الحسن: فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. من الذي يدعو إلى الله عز وجل؟ لأنه لا يوجد شيء في الولاية لله أعظم من أن تدعوه، من أعظم من أن تدعو الناس لعبادة الله. يعني انت مش بس اكتفيت ان انت تدعو تعبد الله عز وجل، لا، انت دعوت الناس ليه؟ لعباده الله عز وجل. واذا قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوه الله، هذا خيره الله، هذا احب اهل الارض الى الله، اجاب الله في دعوته وفي نفسه. قال: ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته، يبقى هو عرف الحق ودعا الناس اليه، الى هذا الحق. قال: وعمل صالحا في اجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، هو ذكر في هذا الباب عدد من النصوص من هذه الآية العظيمة التي نقف معها إن شاء الله اليوم ولعل المرة القادمة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر صفحة في سورة يوسف. الشيخ ياسر بيقول في الهامش كلام في غاية النفاسة، وإحنا هنقف بقى مع هذا الكلام عدة وقفات. مسألة إن إحنا دي آية واحدة من آيات الله عز وجل، آية واحدة. فكرة إن أنت الآية تقف مع كل حرف، مع كل معنى، المعنى ده مهم جدا، ان انت لا تمرر ايات القران هكذا. واحنا المعنى ده بنكرره كثيرا جدا في شرح هذا الكتاب. بمعنى انت عندك في هذا الكتاب كل شويه ايه من الايات، تجد كلام يقول لك: قال ابن كثير، قال ابن جرير، قال القرطبي، قال البغوي، قال دول ائمه التفسير. وكل، طب ليه احنا ما، طب ليه ما التزمناش تفسير واحد من هذه التفاسير؟ لان هو في الحقيقه ان كل واحد من هؤلاء يعني له كلام مغاير ومخالف للآخر، مش ضده، لكن كلام زائد عن اللي قال الآخر. وكأن الآيات لا تنقضي عجائبه. واللي هنقف معاه النهاردة والمرة القادمة في بيان هذه الآية هو من هذا الجزء. يعني تخيلوا دي آية واحدة، لما نقف مثلا معها في جزئية صغيرة جدا فيها، نقف معها مثلا درس كامل. دليل على أن القرآن ده مش أي شيء، بس التدبر الإنسان يؤتى فهم القرآن. الشيخ ياسر بن حساب، والله حسيبه الناس اللي يؤتي يعني في هذا الباب، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتمم شفاه. الجزء ده فعلا فعلا يعني محتاج إن احنا نعيش به. وأنا أدعوكم لقراءة كتاب تأملات إيمانية في سورة يوسف، مجلد خفيف كده لكن كتاب في غاية الروعة.
طيب يقول هذه الآية الكريمة فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله. يبقى هيتكلم في الآية على إيه؟ جملة من أصول الدعوة إلى الله. ما أحوج الدعاة إلى الله إلى معرفتها والعمل بها؟ ويأتينا الكلام كل مسلم، لأن كل مسلم مخاطب بهذه الآية مش الدعاء. هو بيتكلم الدعاء ليه؟ لأن كل مسلم دوره الدعوة إلى الله زي ما هيجينا في الآية. فكل مسلم مخاطب بهذه الإيه؟ بهذه الآية. يقول وإليك بعض ما تضمنته هذه الآية. حط تحت كلمة بعض دي خط عشان لما نقعد بقى مرة واثنين وممكن ثلاث مرات في بعض هذه الأشياء ما تجيش تقول ده احنا طولنا، لا ده احنا نتكلم على إيه؟ على بعض. ماشي. قال وإليك بعض ما تضمنته هذه الآية من أصول الدعوة الصحيحة. أولا قوله تعالى قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. يقول انظر كيف وحد السبيل إليه وهو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي، الأولى هو هذه سبيل ما قالش إيه سبل، صح كده؟ وأن هذا صراطي مستقيم، صراط واحد مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل، فالطرق الأخرى متعددة أما هذا فهو سبيل إيه؟ واحد. ثم بيّن يعني انظر كيف أنه أضاف هذا السبيل لرسول الله، سبيلي يعني كأنه لا سبيل موصل إلى الله إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ ده اللي هنتكلم عنه اللي جاي. في معنى هنا برضو هو ما أشرش إليه، يمكن لعل سبق أشار إليه قبل ذلك وسيأتي في موضع آخر. لكن قوله هذه لمنا وأن هذا صراطي، قوله عز وجل في هذه الآية قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة، والاسم إشارة المفترض أن في شيء تشاور إليه، وده العلماء بيقولوا هذا إنما يشير إلى شيء معهود، يعني هم عارفينه اللي بيكلمهم عارفين هذا، صح كده؟ هذا الشيء المعهود الذي يشير إليه. العلماء بيقولوا إما أن يكون عهد حضوري حاجة موجودة، قول هذا الإيه؟ الكوب أو هذا الكتاب، صح كده؟ أو حضور ذهني، ماشي كده؟ عهد حضوري أو عهد ذهني. عهد ذهني يعني ايه؟ يعني حاجة احنا عارفينها وبنتكلم عليها، فأقول لكم هذا الشيء اللي هو اللي احنا عارفينه كذا، يبقى ده ايه؟ فالعهد هنا إذن فلابد على كل الأقوال ان يكون هذا السبيل معلوم معروف الحدود، ماشي كده؟ مسألة ان لابد ان يكون هذا السبيل واضح، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبضه الله عز وجل حتى وضح وبين معالم هذا الطريق وضوحا شافيا كافيا لا اعوجاج له. عشان كده لما بقول لهم هذه سبيلي يبقى ما فيش ايه، ما حدش يلتبس معه هذا الامر. واذا قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، يبقى لابد ان يكون هذا حدود هذا الاسلام ومعالمه واضحه، وبالتالي لا مجال لزياده احد على هذا السبيل وهذا الطريق، ماشي كده؟ لا مجال أن يزيد أحد على هذا السبيل. قوله هذه سبيلي وأن هذا صراطي، إذن هو سبيل واحد وصراط واحد. الصوفية يسمون الطرق الصوفية، ومشهور كلمة قديمة في أن نسمع عنها كثير، يقول لك كل شيخ ولي طريقة. يعني إيه كل شيخ ولي طريقة؟ هو عندهم أن كل شيخ من شيوخهم له أوراد وأذكار وأحزاب وعبادات و منهج آخر غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج متكامل. عندهم عبادات وأوراد وأذكار ونذور وكذا وأدعية وكل. طب أنت الآن عندك كلام هذا الرجل الذي هو يضاهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالاتباع؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا، واضح أمرنا ده حاجة هذا أهو، ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ماشي كده؟ لأنه هو لكل شيخ له طريق، كل واحد له طريقة مختلفة عن الثاني، أوراد وأحزاب وكذا وكذا وكذا. ونحن نقول ونحن طريقتنا طريقة رسول الله، قل هذه سبيلي. السنة كلمة سنة يعني إيه؟ طريقة. سبحان الله حتى في اختيارهم ان كل شيخ له طريقه ده خزلان في الكلمه، لان السنه معناها ايه؟ طريقه. فانا عندي طريقه مرضيه عند الله وهي طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطريقه المرضيه عند الله تبارك وتعالى. واي طريقه اخرى لا توصل الى الله، لان نقول هذه سبيلي، لا سبيل غيره موصل الى الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل، الطرق بقى الثانيه، الطريقه النقشبنديه والطريقه مش عارف ايه والطريق طرق صوفيه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيل. المساله دي مساله لازم تبقى واضحه جدا عندنا، لكثره البدع وانتشار هذه المناهج المنحرفه في الازمنه المتاخره، وهناك يعني من يدافع عنها دفاع مستميت. سبحان الله العظيم، لو انه جعل هذا الدفاع عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا في الدنيا والاخره، لكن هو التوفيق. فيقول في قوله انظر هذه، قل هذه سبيلي، قال انظر كيف وحد السبيل اليه، وهو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لان طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بخلاف سبل الباطل فانها كثيره متنوعه، على راس كل منها شيطان يدعو اليها ويقود اتباعه الى النار. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما بين ان في طرق اخرى في تفسير قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي، في تفسير قوله عز وجل ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطوط اخرى كثيره وقال على كل سبيل منها ايه؟ شيطان يدعو الناس اليه. قال وهكذا يجب ان يكون كل الدعاة الى الله في طريق واحد ومنهج واحد، لا طريق موصل الى الله الا ايه؟ هذا. عشان كده احنا بنقول في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، أن صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تدعو الله أن تكون على هذا الصراط الذي هو الإسلام الذي هو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهو الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم، والذي تميز عن طريق البدع والضلالة التي كثرت وافترقت. يبقى طرق البدع والضلالة كثرت وافترقت، أما طريق الحق فإيه؟ واحد. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية، قال هي الجماعة، هي الجماعة. وده لما استرق أمتي على 73 فرقة فسئل كلها في النار إلا واحدة فسئل عنها فقال الجماعة، وفي رواية أخرى فسئل عنها فقال هي من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. يبقى هو ده الطريق الوحيد للناجي اللي احنا بنسميه الطريق منهج السلف رحمه الله أهل السنة والجماعة. يقول وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث حديث يعني مهم جدا جدا، وإحنا سبق لنا أن أشرنا إليه قبل ذلك، وقلنا هذا اعتبر أصل وقاعدة عند التعاون مع كل بدعة من البدع. أول ما تجد اختلاف، قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. شفناه ولا شفناهوش؟ طب ماذا نفعل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. يقول لك مثلا هنصلي بعد صلاة الجمعة نقول اللهم صل بعد صلاة الجمعة كذا جهرا جماعة. فنقول دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أهو. طب نعمل إيه؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل بتسمى في اللغة العربية من ألفاظ العموم، فتشمل كل لا يخرج منها شيء، كل دي من ألفاظ إيه؟ كل وجميع، ولها أساليب أخرى زي مثلا النكرة في سياق النفي، حاجات كده في اللغة العربية اسمها ألفاظ إيه؟ العموم، بيتكلموا عليها جماعة بتوع الأصول ماشي. فكل من ألفاظ العموم، المفروض لما يقول مثلا كل من في المجلس يخرج، وبعدين تلاقينا واحد قاعد، فانت اللي معاك انت مش تبعهم ولا كل، يبقى ايه؟ يبقى كل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله يبقى ايه؟ ما فيش استثناء هنا، ما فيش ايه؟ استثناء. المعنى ده مهم جدا، لازم طبعا اقول لك ليه، عشان في بدعه حسنه وبدعه سيئه والكلام اللي بيخترعه هؤلاء. ما فيش حاجه في الشرع اسمها كده، ما في شيء في الشرع اسمه بدعه حسنه. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجره واجر من عمله، ومن سن في الاسلام سنه سيئه. ليس المقصود البدع الحسن اللي هو ده، كلام باطل، ده تلبيس، ده ضحك على الناس. لان احنا عندنا هذا الحديث انما في جاء في رجل تصدق فاقتدى الناس به في الصدقه، فهل معنى كده الرجل ده اخترع عباده جديده ولا فعل ما امره الله عز وجل به؟ فعل ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، النبي دعاهم امرهم بالصدقه، فجاء رجل بمال كثير فاقتدى الناس به فقال فمن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجره واجر من عمله به. فلا علاقه لهذا الحديث بالبدع الحسنه. البدعة ده في الحديث اللي معانا ده كل بدعة ضلالة، البدعة ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عشان الاختراعات اللي بيعملوها والأذكار والأوردة وهذه الأشياء الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان وهي طريقة
زي في تعريف البدعة كده، تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. يعني هو إيه ده بيعمل دي عبادة، هو بيعملها كمان إيه عبادة. لا، أنا عندي خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في طريقة أخرى برضو للمخاصمة مع هؤلاء، هتقول له الأمر اللي أنت عملته ده من الخير أم من الشر؟ متأكد هو من الخير؟ مش هيقول من الشر قطعا، هيقول من الخير. هنقول له هذا الأمر الذي هو من الخير، هل علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ الأمر اللي أنت عملته من الخير ده، هل علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ عنده جواب ثالث؟ يا علمه يا إيه؟ طب لو علمه رسول الله، السؤال بقى احنا نمشي في كل سكة، لو علمه رسول الله هل بلغه أم لم يبلغه؟ لو بلغه يبقى هات الحديث، فين بلغه فين؟ طب لو ما بلغهوش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كتم ما أمره الله بتبليغه. يا أيها النبي بلغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ده طبعا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في مقام النبوة. يبقى لا لا، يبقى إيه؟ أكيد بلغ. نقول له فين؟ طب إذا لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نقول له شيء تدعو أنه من الخير، لم يعلمه رسول الله وعلمته أنت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني يقول عن نفسه وعن الأنبياء إن يعني ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدعو أمته إلى خير ما يعلمه لهم، فما من خير من خيري الدنيا والآخرة إلا وبينه لنا وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، وما من شر من شري الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فمسائل دي تبقى واضحة عندنا طريقة الكلام مع هؤلاء، وإلا فيعني نسأل الله العافية، كلما مر الزمان كلما كثرت هذه البدع المحدثات. قال فأصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة، ومنهجهم الواضح لا يجوز أن يفترق فيه الناس أو يبتعدوا عنه. ثم قال والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم. يعني التعدد الواقع على الساحة لو ده بسبب اختلافهم عن طريقة السلف ده تعدد ايه؟ طب لو في اختلاف اخر مش مسموح، بسموه خلاف تنوع، يعني كلهم اعتقادهم اعتقاد السلف وكذا، لكن بعضهم شغال مثلا في باب الدعوة الى الله مثلا في اعالة الفقراء والارامل، بعضهم شغال في تحفيظ الناس القرآن، بعضهم شغال في مثلا التعليم الناس العلوم الشرعية، كل دي ابواب من الايه؟ من الخير، ده اسمه خلاف تنوع. لكن لو كان الاختلاف في الواقع ده بسبب اختلافهم في اصل المنهج يبقى ده التعدد الايه؟ المذموم، لان احنا عندنا النبي قال كلهم في النار الا واحد، يبقى انا لازم اكون ايه؟ نكون كلنا من هذه الايه؟ من هذه الفرقة الناجية. يقول والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم، وشر على الدعوة والدعاء، وتفرقة للقلوب وبث للضغينة والحسد. وده الواقع، الناس بقى بتبدا ايه؟ يقاتل عن الباطل الذي عنده، وده باطل بلا شك، يعني كيف لي أن أقاتل على باطل؟ والله المستعان. تجد بس الصوفية بيحاربوا جدا على الأم عليه عشان يثبتوا إيه ما هم عليه من الإيه؟ من الباطل. وده بلا شك يعني لما طلع الراجل ده اللي هو يعتبر النائب بتاع الحبيب الجفري في مؤتمر بتاع الصوفية، وقال إحنا التقينا بالبنتاجون والبيت الأبيض وبمش عارف بالكونجرس الأمريكي وبمش عارف إيه، وكلهم أقرونا على إن طريقتنا هي الطريقة المرضية. يا سلام، حاجه مميزه يعني، ولا طب ما اسلموش ليه؟ هو من امتى احنا من لازم الختم الامريكي عشان نقول ان احنا عقيدتنا صح ولا غلط؟ والله ده اكبر دليل على ان انتوا على باطل. وللاسف بقول كده في مؤتمر عام وبيحضروا بقى عمم الصوفيه كلها، والجفري قاعد وفلان 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 من هؤلاء اللي مبسوطين جدا ما شاء الله اكبر، الامريكان قالوا ان احنا احسن حاجه. فعلا حاجه فعلا تتحزن يعني. فبلا شك ان هذا سبب ضياع، تلاقيهم بقى بيحاربوا، حربهم كلها في ايه؟ اول ما تيجي تتكلم في امر من السنه، ايه امسك بتكلم عن السنه، يا جماعه دي سنه عادي. لا ممكن ايه يضيقوا عليك في الايه؟ تلاقي واحد مثلا لابس عمه وطالع في لقاء تلفزيوني ويقول لك بص المنتقبات، يا عم انت لما تشوف الالاف والملايين العري والفواحش والمنكرات والتبرج السافر اللي مال الدنيا ده وانتشار الفواحش والشذوذ والطلاق خليك يا عم في حاجه تنفع الناس، مالهم المنتقبات؟ زعلوك في ايه؟ واحدة سترت نفسها، في منهم فاسد، في زي أي مجتمع في منه فاسد وفي منه صالح، لكن هؤلاء الصلاح فيهم أكثر بلا شك. امرأة سترت نفسها يعني، في على فكرة منتقبات عوام جدا ما عندهاش أي شيء علمي، بس تربت على أن النقاب ده من فالستر وخلاص يعني، هي ممكن تبقى عادية جدا وممكن تبقى
اقل من العاديه كمان. فمش دي اللي مش دي الحكم ان اما في واحد ضابط شرطه مرتشي هنقول شوف الضباط المرتشين، محدش بيعمل كده. الشاهد يعني ان دي الطريقه في التعامل مع، بيقول لك هو فعلا هو حرب لهذا الايه؟ لهذا الالتزام، لان هو صاحب منهج، هو صاحب منهج هنا، هو ده بلا شك هذا تعدد مذموم يؤدي لضياع مجهودات في هذا الامر. عشان كده بيقول هنا وتفرقه للقلوب وبث للضغينه والحسد والغيبه والنميمه، وانما يتحمل وزر ذلك اهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد. يعني ما تجيش تقول لي انا عشان انا بتكلم اقول والله المناهج كذا، وفي منهج مثلا تكفير نبعد عنه، ومنهج مثلا مرجئه نبعد عنه، تقوليش انت بتفرق المسلمين. انا ما فرقتش، هو في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خالفه هو اللي افترق. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول تنقض عرى الايمان عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه. يعني انا لازم اكون عارف سبل الضلاله عشان ما اقعش فيها. ما انت لو مش عارف، انا دلوقتي في بيت كله اوض وبتعامل على ان كل ده كويس، انا ممكن ادخل اي اوضه، لكن لو اتقال لي الاوضه دي ما تدخلهاش، خطر مميت، تلاقيهم عاملين كده ورسمين لك جمجمه، خطر مميت، فانت عرفت ان دي فيها مشكله. فالاشكال ان انت ما ينفعش تدخل لهذا الدار وانت ما بتعرفهاش. فلما انا ابين لك الطريق الغلط ده ما تجيش تقول لي انت بتفرق، انا ما قلتلوش افترق، لكن انا يلزمني ان ابين طريقه، ان ابين طريق هذا الانسان. عشان كده بقول هنا ايه؟ وانما يتحمل وزر ذلك اهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد. يقول ثم على اهل السنه والجماعه في كل قطر من الاقطار بل في كل مكان ان يكونوا معا في هذه السبيل. المفروض كل اهل السنه في كل مكان يكونوا على هذا الايه؟ على هذا السبيل. يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته امه واحده وطائفه واحده متعاونين على البر والتقوى كما امرهم الله. قال فما بال كثير من الناس اليوم يحبذ التفرقه وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع للواجبات، من تضييع الواجبات العينيه والكفائيه. بعض الدعاه الفرديين ممكن يكون منهجهم وعقيدتهم صحيح، بس يقول لك لا انا اشتغل لوحدي. ما انت الان ضيع، انت في بعض جزما في واجبات عينيه وكفائيه لا تقوم الا باجتماع. ولذا قال عز وجل تعاونوا على، ولا تعاونوا على الاثم، فلا بد من الاجتماع، تعاون لاقامه البر والتقوى ما نستطيع اقامته من الواجبات الكفائيه. يعني اضرب لكم مثال، صلاه العيد، انتوا عملتوا صلاه عيد هنا في الله، هل ينفع واحد كان يقوم بها ولا لابد من مجموع؟ عمل بسيط لابد من مشاركه الجميع، واحد يجيب، واحد يفرش، واحد يعمل صوتيات، واحد كذا، واحد كذا، واحد صح. كل دي اسمها ايه؟ اسمها ده واجب من الواجبات الكفائيه، قامة الجمع والجماعات والأعياد والمعاني، معاني كفالة الأرامل والأيتام والمساكين وتعليم الناس الخير وتحفيظ الناس القرآن وكل المسائل اللي هي من الواجبات الكفائية دي، هذه لا تقام إلا بإيه؟ باجتماع. فبعض الناس يقول لك لا برضه أنا إيه؟ لوحدي. فسبحان الله العظيم، يعني كأن الآية دي تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، دي خاصة بإيه؟ ببعض الناس. فالحمد لله على توفيقه وامتنانه. قال ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد. قيس بقى على المصلى اللي احنا عملناه ده، انه بلا شك ان الواحد ده يستطيع ان يقيم ايه؟ مثل ذلك. يقول ولا تقوم دعوه من الدعوات ولا علم في سنه الله الكونيه ولا الشرعيه دعوه قامت بغير تعاون ووحده وائتلاف، فكيف يتسنى لاهل منهج الحق ان يتفرقوا ويكون غيرهم احرص على الاجتماع منهم؟ تلاقي العلمانيين بيتجمعوا مع بعض، وتلاقي الليبراليين، وتلاقي الصوفيه عاملين اتحاد الطرق الصوفيه، ده الكفار عاملين كده. يعني في اوروبا عاملين ايه؟ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده، هم 50 ولايه او 51 ولايه، ومع ذلك عملوا ايه؟ والنيتو، حلف النيتو، حلف كل حاجه ماشي كده. لكن تيجي عند الدول الاسلاميه، هي كانت مصر والسودان، وبعدين بقت مصر لوحدها، وبقت السودان لوحدها، وبعدين السودان بقت شمال وجنوب السودان، والان شمال السودان المسلمه يسعى الى تقسيمها، والله المستعان. العراق بقت عراقات، وسوريا بقت سوريات، واليمن بقت يمنات. ما هو ده ليه؟ وده امر مقصود لضياع هذه الامه وتفرقها. المقصود ان اهل الباطل دايما مركزين على مساله الاجتماع، ويجي انت بالنسبه لك يعمل ايه؟ يبص تفرقوا. على فكره احنا في مصر ينبغي ان نراعي الامر جيدا. انت ينكر بك، أنت ينكر بك، يراد بك هذا الطريق، أن تسلك هذا الطريق. والله البلد فعلا يعني حفظ من الله عز وجل أن تبقى البلد، وإلا ليبيا بقت ثلاثة، السودان
الله أعلم راحت فين. فلسطين كما تعلمون، لبنان كما تعلمون، سوريا كما تعلمون، العراق كما تعلمون، اليمن كما تعلمون. فعلا أزمة عظيمة جدا، والله فعلا أمر. يعني أنا لما سقطت بغداد يا أخو، والله بغداد ودمشق وصنعاء دي مش أي مدن، دي مش أي مدن، دي كانت يعني بغداد ودمشق دي كانت دول الخلافة، يعني الأمة كلها كانت مرتبطة بهذه البلدان. سقطت الآن، عندكش غير القاهرة، صح ولا إيه؟ لذلك الإنسان ينبغي أن يعني يراعي هذا الأمر. لذلك أنت لما تدعو الله عز وجل، أوعى تدعي لنفسك، ادعو لهذه البلد، ادعو أن يثبت، يعني أن يحفظ الله عز وجل هذه البلد، وإلا هات لي بلد فضلا من الدول العربية أصلا. معلش أنت لما تيجي تتكلم على الجيوش ولا كذا، ما فيش بلد غير البلد دي، في حاجة موجودة؟ دول عربية، إيران هي اللي إيه؟ لكن هات لي، وإيران مغروزة في وسط هذا الكيان، إيران مغروزة غرس وسط الدول الإسلامية لأنها شوكة في ظهر المسلمين. إيران منذ خرجت على النور لا يعلم أنها قاتلت أو حاربت أي دولة أخرى غير المسلمين، غير دي عقيدة الشيعة. على فكرة ده أمر عقيدي، هم أقول لك بقى إحنا إسرائيل وهنعمل في إسرائيل وهنعمل في اليهود، وهم الخبراء اللي شغالين عندهم داخل إيران يهود أصلا. يعني إيه؟ جيش تضحك علي أنت في الخبراء اللي شغالين داخل. لما سقطت العراق، كان قبل سقوط العراق كان أمريكا بتتوعد إيران، ولما سقطت العراق أمريكا طلعت قرار أن الشريك الوحيد والحليف الوحيد في تقسيم الحكم داخل العراق هو إيران، وبعدين طلعت من العراق وسابتها لإيران. فما عليك بالكلام اللي بتقال وإن إحنا كذا، لا، هم يريدون تفرقة هذه الأمة. فأنت ينبغي أن تكون يعني فاطن لهذا الأمر، ودعك من الجماعات المتخلفة اللي يقول لك البلد تسقط. لا، ما انت ما عندكش بلد فيها 100 مليون بلد. يعني الآن بص على الحدود الجنوبية، عدد السودانيين اللي بيدخلوا مصر قد ايه؟ آلاف. طب بص على الحدود الشرقية، عدد الغربية، عدد اللي بيدخلوا مصر قد ايه؟ عدد السوريين في مصر قد ايه؟ 7 مليون. هات لي بلد تجمع، تستطيع انها تاخد مصر باللي فيها، في بلد تقدر تشيل ده كله؟ ولذلك انت الحفاظ على هذه البلد ده دين نتدين به لله عز وجل، ده من باب حفظ الأمة. ما عليك انت مثلا زعلان من فلان ولا مخالف فلان، ده شيء، لكن انت حفظ هذه البلد ده دين، احنا ده دين انت تتدين به لله تبارك وتعالى. المسائل دي مسائل وهي من اصول ديننا، لا يكون هناك دعوة ولا نشر لدين الله عز وجل. هات لي في دعوة في سوريا شغالة؟ في دعوة في ليبيا شغالة؟ فيش أي حاجة شغالة، هو كله هناك قاعدين إيه؟ يقاتلوا في بعض ويتناحروا مع بعض، لا يوجد شيء قائم أصلاً. نسأل الله العافية. فإذا كان أهل الحق بيتفرقوا وأهل الباطل بيسعوا للإيه؟ الاجتماع. يقول نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. يقول قوله تعالى: أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي. يقول قوله أدعو إلى الله، قال فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، وما أشرفها من نسبة. أدعو إلى الله، يعني كأني أدعو إلى الله وحده، لا أدعو إلى أحد، لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو لجماعتي، ولا أدعو لبلد، أنا أدعو إلى الله، ولا أدعو لشخص، ولا أدعو لحزب. مش معنى كده ان انا الحزب بتاعي غلط، لا، انا لا ادعو الحزب، يعني انا ليس هدفي من انا هدفي دعوه الى الايه؟ الى الله. اصلا الحزب واحنا ما اقمنا الا دعوه لله عز وجل، الحسبه لله تبارك وتعالى. يبقى انا ادعو الى الله، لا ادعو لجاه، ولا ادعو لشرف في الدنيا، ولا ادعو لشيء، انما اقصد بدعوتي وجه الله. يقول: وما اسرفها من نسبه، لكن لا يتحقق هذا الانتساب فتكون الدعوة دعوة ربانية، حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. طيب، فإحنا بنقول إن الدعوة لكي تكون ربانية، ماشي كده، لابد أن تكون ربانية في 3 أمور: في أصلها ومصدرها، وفي طريقتها ومنهجها، وفي غايتها ومقصدها. أصلها ومصدرها في الأول، الطريق والمنهج أثناء السير، غايتها ومقصدها آخر الطريق. هلو كده؟ يبقى 3 حاجات هنتكلم على إيه؟
على كل واحدة من الثلاثة دي ونشوف الأصل في ذلك. قال أولا في أصلها ومصدرها بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة، كتاب السنة هو ده. طيب الدعوة اللي أصلها ومصدرها العقل زي يسري جبر يقولوا له مثلا العقيدة دي جبتها منين، الكلام اللي انت بتقوله ده جبته منين، قال لهم بالعقل، بالعقل هو كده بالعقل. تمام كده. اللي يقول لك مثلا علي جمعة بيسألوه الكلام ده جبته منين، قال لهم ده تجربة بشرية، تجربة بشرية، احتمل الخطأ والايه والصواب. لا لا، ربانية الأصل والمصدر. الشيعة منهجهم أصله منين؟ من كلام الأئمة المكذوب على الأئمة، وإلا فالأئمة أنفسهم هم من أهل السنة. الأئمة نفسهم حديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، حديث رواها أبو جعفر اللي هو جعفر الصادق، أبوه محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله. شوف السلسلة كلها مفترض أنها أئمة الشيعة، بس دول هؤلاء براء، دول أئمة السنة في الحقيقة. يعني كلام الذي ينسبه الشيعة عليهم كلام كذب وزور وبهتان. فالشاهد أن القول عشان تكون الدعوة ربانية في أصلها ومصدرها يبقى ترجع لكتابه ليه؟ أي حد يقول لك حاجة غير كده من الأول خالص نريح دماغنا منه، مش كده أن تكون ربانية في أصلها ومصدرها. لما نقول أصلها ومصدرها هنطلع بقى ناس كتير جدا اللي هم أساسهم ليس الكتاب ليه؟ والسنة. يقول فإن نقاء الأصل في نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال وأما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية والطرق الفلسفية زي ما قلنا كده الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم اللي هو يعتمد على العقل مثلا، وآراء الرجال اللي هو مثلا أساس الدعوة رأي واحد فرض تبعينه دون الرجوع لإيه؟ كتاب السنة. يقول أو تحكمات العقول مصدرا لها فهي لا تستحق أن تكون دعوة ربانية. ثانيا الطريق والمنهج والوسائل، كما أن الصدوات ممكن بقى ناس كثير جدا تقول لك خلاص إحنا كلنا كتاب وسنة، نبص بقى للطريق والإيه والدعوة والإيه والوسائل. قال لابد أن تكون ربانية كذلك على منهج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. يعني أنت ما ينفعش تبقى مسلم وتقول الغاية تبرر إيه الوسيلة. ليش؟ أنا فاكر أيام الإخوان كانوا يجوا يعملوا يقولوا لنا كلام ويخرجوا يقولوا كلام غيره بعديه. طب ده اسمه إيه شرعا؟ يعني أضرب لكم مثال موضوع جبهة الإنقاذ عشان بس إحنا عارفين الكلام. جبهة الإنقاذ فاكرنا اللي هو كان البرادعي ومجموعة معاه وعملوا جبهة وقالوا إن إحنا ضد الإخوان ومش عارف إيه وكذا. فإحنا الناس دي في ناس بدأت تتبعهم اللي هي بداية حركة التمرد اللي حصلت بعد كده. فإحنا الموضوع ده شايفينه ريحته مش حلوة هينتقل مع الوقت والناس تجتمع عليه فقلنا كلمناهم من الكلام ده طب ما تقعدوا مع الرئيس وتشوفوا انتوا محتاجين ايه بدل يعني الموضوع ما يكبر مننا وكده. فقالوا لنا يعني ما عندناش مشكلة. فقابلنا دكتور محمد مرسي رحمه الله وقلنا له الآن جابت الإنقاذ لو احنا جبناهم يقعدوا بحيث تتناقشوا، بحيث بدل ما هم بيتكلموا في الإعلام ويلموا الناس عليهم تعالوا تناقشوا معاهم وشوفوا الناس دي محتاجة ايه وايه مشكلتها. قال يا ريت ده احنا بعتنا لهم ولم يثقوا فينا ورفضوا الجلوس. قال ايه يا ريت هاتوهم لو تقدروا تجيبوهم. قلنا له خلاص هنتواصل. تواصلنا مع الناس قالوا خلاص لو انتوا هتضمنوا الاخوان هنيجي نقعد. فاعلنا هذا الكلام في المؤتمر الصحفي ان تم التوافق ما بين ان جبهة الانقاذ تيجي تقعد مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتم فيه نقاش وكذا. فخرج الاخوان وقالوا انتم شققتم الصف الاسلامي وانتم اعطيتم لجبهه الانقاذ قبله الحياه وحمل التشويه. طب ما انا لم اتحرك الا لما انت قلت. ده اسمه خيانه. والمسلم لا يخون، المسلم لا يغدر، المسلم لا يكذب. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليه. ما عندناش في الشرع حاجه اسمها الغايه تبرر الوسيله، ما عندناش في الشرع كده. دلوقتي لما يطلعوا على قناة رابعة ومكملين والزفت الطين والحاجات ويجي يقول لك فجروا أعمدة الكهرباء، حصل ما حصلش؟ يجي يقول لك لا أنا فجر يقول لك بوظوا المستشفى. المستشفى اللي هتبوظ دي ولا اللي مش فيها مرضى، ما لهم المرضى دي؟ أنا أتحمل دمهم في رقبتي
يقول لك عشان لما الناس تثور فيش حاجة في الشرع، الغاية لا تبرر الوسيلة في الشرع. إذا كانت المصدر رباني كذلك ينبغي أن تكون الوسيلة المتخذة وسيلة ربانية ما تكونش فيها حرام. يعني من ينظر لتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة بدر، فقال يا رسول الله إن لما أردنا الهجرة اجتمع علينا قومنا فأعطيناهم العهد ألا نقاتلهم معك، فقال صلى الله عليه وسلم وفوا بعهدكم ونستعين الله عليه، وفوا بعهدكم ونستعين، ما يغدر ما يخالف المسلم. في حديث إسلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وكان قبل أن يسلم مع مجموعة من المشركين فغدر بهم قتلهم وأخذ أموالهم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله منك وأما المال فلا، فإنه قد أخذ غدرا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ماذا فعل مع الأمانات التي كانت عنده؟ تركها لعلي ليردها للمشركين اللي هم أخرجوه، بس المسلم لا يغدر لا يخون لا يكذب. ما عندنا في الشرع شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة، ما عندنا أن أنا أقول كلام واجي أقول كلام غير وأقول الكلام ده حصل. فللأسف الشديد جدا يعني الموضوع ده لكي تكون الدعوة ربانية ينبغي أن تكون ربانية في الطريقة والمنهج والإيه والوسائل، لابد أن تكون ربانية كذلك في على منهج الأنبياء. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية إليه وحده. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطريقها وما يقدم وما يؤخر وما هي موازين المصالح والمفاسد حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. إيه اللي نقدمه وإيه نأخره؟ ما نتكلمش عن الوسائل بمعنى الميكروفون ولا أن أنا أعمل، لا، دي ملهاش دعوة باللي احنا كنا هنتكلم على الوسيلة المشروعة، ماشي كده؟ ما نتكلمش على الأدوات المستخدمة، أركع عربية يقول لك أصل أنتوا تركبوا جمال، لا، دي ملهاش علاقة، دي إيه؟ دي أدوات، ملهاش علاقة بالإيه بالوسائل اللي احنا بنتكلم عليها. أيضاً ينبغي أن تكون الدعوة ربانية في الغاية والمقصد، إيه المقصد من الدعوة بتاعتي؟ إقامة العبودية، المقصد رضا الله، ماشي كده؟ قال: وأما الغاية والمقصد فلا بد أن يكون وجه الله والدار الآخرة، بس عملك تترجو به وجه الله ليه والدار الآخرة لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس التمكن في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة، حط تحتها 10 خطوط. أصل لما يجي سيد قطب رحمه الله في كتاب الظلال في أكثر من موضع ويقول أن الغاية الأولى من وجود الأنبياء هي الإيه؟ التمكين، وبغير التمكين لا توجد عبوديات لله في الأرض، بغير التمكين لا توجد عبوديات في الأرض، كلام صعب جدا. لما نقرأ الكلام بقى دلوقتي نفهم ليه هم كانوا مش عارفين في الكرسي، عندهم أي حاجة بس الكرسي يكون إيه موجود، ليه؟ لأن هو فاهم أن من غير كرسي ما فيش عبوديات. لا، ده التمكين نفسه مش غاية، التمكين نفسه مش غاية، ربنا اللي قال كده. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إحنا أصلا التمكين وسيلة لتحقيق العبودية، مش التمكين هو الغاية، وده خطأ عظيم جدا يخالف القرآن. عشان كده الشيخ بيقول ايه: وليس التمكين في الارض لطائفه الدعاء بغايه مقصوده، بل هي من وسائل الدعوه لتحقيق العبوديه. عشان بعض الناس اللي يحط لك التمكين ده هو الايه الغايه، وبالتالي ممكن بقى يعمل اي شيء لكي يصل لهذه الايه الغايه. قال: بل هو من وسائل، بل هي من وسائل الدعوه لتحقيق العبوديه لله في اكمل في اكمل صورها. قال: وهو منه من الله ليست بيد الدعاء ولا من كسبهم. قال عز وجل: الذين مكناهم في الأرض، من اللي مكن لهم؟ الله. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ورعوا في نعمك. طيب مين يجيب لنا آية إن التمكين ده هبة من الله، توفيق من ربنا، مش هو الغاية اللي الإنسان يأس عليه؟ مين يجيب لنا آية؟ أحسنت، جزاك الله خيرا.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون إلي. يبقى الله وعدهم أن يمكن لهم متى؟ لما عبدوا الله، لما أقاموا العبوديات لله عز وجل. يبقى التمكين ده هبة ومنة من الله تبارك وتعالى. يقول وقد لا يتحقق التمكين فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله. أنت لا مش ممكن، لكن أنت بتقيم تعبد الناس، تدعو الناس إلى الله عز وجل، تدعو والله فعلا. الشيخ سيدي كان يقول لك مثلا في القضية مش عارف 2002 دي، يقول لك كانوا دخلوا مثلا حطوهم مع الجنائيين في السجن، فقال لك احنا دورنا ايه؟ الدعوة إلى الله، فدعوا الناس إلى الله وبقى يصلوا بيهم، والعيال الجنائيين بدأت تتوب وترجع إلى الله. أنت كده دعوة الأنبياء. يوسف عليه السلام لما دخل السجن قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. شوف كان بيحسن إليهم، هو دي الدعوة، ماشي كده؟ عشان كده بيقول لنا وقد لا يتحقق التمكين فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله، وإنما المهم ألا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. تقدر تعمل إيه؟ تقدر تعمل تجمع الشباب في حلقة عندك، ده تقدر عليه. تقدر تكلم الناس في الأتوبيس وأنت مروح من الشغل، تكلم الناس. تقدر توزع ورق تدعو الناس إلى الله. تقدر تحفظ قرآن وتحفظ الناس قرآن. تقدر تقيم درس في المسجد اللي جنب بيتك، ده تقدر عليه، هذا يلزمك وبالتالي لا تأسف. طب لو أنت أصرت فيما تقدر عليه، هو ده. قال يقول وإنما المهم ألا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. وأما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس أو الظفر بهم للانتقام منهم، زي الجماعات بتوع التكفير والحاجات دي، يقول أو السعي وراء الملك والجاه والثروة والراحة تخلصا من المطاردة والاستعفاف والفقر والخوف، فليست بالدعوات الربانية. أي دعوة تجعل غايتها ليس رضا الله، إقامة العبوديات لله عز وجل في الأرض، ليست بدعوة ربانية. والمسلم الرباني عبد لله في كل أحواله وأوقاته، فقيرا كان أو غنيا، ممكنا كان أو مستضعفا، مظلوما كان في ظلمات السجون أو ملكا ممكنا على رؤوس الناس. سيدنا يوسف وهو في السجن قالوا إن نراك من المحسنين، لما صار ملك قالوا إن نراك من المحسنين. في كل أحواله عبد لله عز وجل، يقيم العبودية لله عز وجل. قال فندعو الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح في كل حين، اللهم أمين. احنا اتكلمنا على حاجة واحدة من صفات الدعوة، أن تكون دعوة إيه؟ ربانية. ولكي تكون دعوة ربانية أدعو إلى الله، لكي تكون ربانية، تكون ربانية في الأصل والمصدر، ربانية في المنهج والوسائل، وربانية في الإيه؟ في الغاية والمقصد. وبعد كده إن شاء الله نتكلم المرة القادمة على باقي صفات هذه الدعوة. أسأل الله جل أن يمكن لديني في الأرض ويفتح له قلوب الناس، وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.